السلام عليكم. قبل بداية الفيديو اتمنى منكم لايك، اشتراك في القناة وتفعيل الاشعارات. كيف اخبار عجم وزارة التربية اول بأول. طلابنا الاعزاء، هذا اليوم راح نقسم لكم درجات مادة الجغرافيا لكل فصل ودرجتين. ملاحظة، الدرجات قد تختلف بشكل بسيط، يعني لي مو ثابت، اقل بدرجتين او اربع درجات. نقطة ثانية، قد تتراوح درجة الجغرافيا بين 130 درجة الى 150 درجة. التقسيم راح يكون بهذه الطريقة اللي قبالكم: الفصول السنة السابقة والسنة الحالية. الفصل الاول 20-25 درجة ذيك السنة، اما السنة الحالية من 30 الى 35 درجة. الفصل الثاني 20 درجة 25 السنة السابقة، السنة الحالية 30 درجة الى 35 درجة. الفصل الثالث 25 درجة الى 30 درجة السنة السابقة، والسنة الحالية 30 الى 40 درجة. الفصل الرابع 25 درجة 30 درجة، من 25 الى 30 درجة، والسنة الحالية من 30 درجة الى 40 درجة. اتمنى من طلابنا يركزون على الفصول الثالث والرابع لان كلش مهمة. راح يكون مجموع السنوات السابقة من 90 الى 110 درجة، اما السنة الحالية من 120 الى 150 درجة. اعزائنا الطلبة، قبل نهاية الفيديو اتمنى من كل طالب يشوف الفيديو يكون يشترك بالقناة، لان اغلب اللي دي يشوفون الفيديوهات ما مشتركين بالقناة. اتمنى تشتركون بالقناة وتفعلون زر الاشعارات عشان توصلك اخبار عاجلة والوزارة حصرية من وزارة التربية. بنهاية الفيديو اتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.